أهلا بيكم في مجلة الحياة. الفنان كرم مطوع هو واحد من كبار الفنانين، وهو أحد عمالقة المسرح المصري والعربي. قدر إنه يقدم كتير من الأعمال الفنية اللي دخلت قلوب جمهوره بسهولة وحبوها جدا. النهاردة هنشارك معاكم أهم محطات رائد المسرح العربي وبعض الأسرار عن حياته وسبب تركه للمحاماة والنساء في حياته، وكمان قصة حبه من الفنانة سهير المرشدي وسبب انفصالهم. تابعوا معانا الفيديو للآخر. اتولد الفنان كرم مطوع في محافظة كفر الشيخ يوم 7 ديسمبر سنة 1933. دخل كلية الحقوق، وقبل ما يكمل دراسته فيها قدم في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدر انه يحصل على الشهادتين. كان الأول على دفعته في معهد الفنون المسرحية، وسافر في بعثة لدراسة الإخراج في إيطاليا لمدة 5 سنين في الأكاديمية الوطنية للفنون الدرامية بروما. وأثناء بعثته قابل الدكتورة مارجريتا وحبوا بعض وتزوجوا أثناء زيارة قصيرة لمصر سنة 1962. بعدين رجعوا لروما علشان يكمل دراسته، وبعد ما حصل على درجته العلمية من الأكاديمية رجع مصر مرة تانية. أنجبوا ولدين توأم وهم عادل وكريم، ولكن وبعد فترة انفصلوا عن بعض، ورجعت مارجريتا لإيطاليا مع أبنائها. ومر الوقت وحب الفنان كرم مطوع الفنانة القديرة سهير المرشدي، وكانت قصتهم من أشهر قصص الحب في الوسط الفني. كانت طالبة عنده في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتزوجوا وأنجبوا الفنانة حنان مطوع. استمر زواجهم حوالي 20 سنة، ولكن انفصلوا بعد ما اكتشفت زواجه عليها من الإعلامية ماجدة عاصم، فما تحملتش وطلبت الطلاق منه، وفضل مع زوجته ماجدة عاصم. وبعد زواجهم بفترة قصيرة عرف كرم مطوع إصابته بالسرطان، وفورا انفصل عنها وسافر للعلاج في الخارج. وبعد شهر تقريبا رحل عن عالمنا يوم 9 ديسمبر سنة 1996 عن عمر يناهز 63 سنة. الفنان كرم مطوع مش بس بارع في التمثيل، لأ ده كمان كان بارع في الإخراج. ظهرت موهبته في التمثيل من لما كان طفل، فكان بيقلد أفراد أسرته، وكان متابع جيد جدا للعروض المسرحية اللي بيقدمها طلاب مدرسته. أخرج أول مسرحياته وكانت بعنوان الفرافير، وحققت نجاح عظيم وقتها، وتوالت بعدها المسرحيات زي الفتى مهران، شهرزاد، جواز على ورق الطلاق وغيرهم. وبالرغم من أنه يعتبر من أهم مجددي المسرح، إلا أن نجاحه في السينما والتلفزيون تغلب على نجاحه المسرحي، فقدم فيلم سيد درويش سنة 1966، وشاركته البطولة فيه الفنانة هند رستم. وبعده بسنة قدم فيلم إضراب الشحاتين، واللي شاركته في البطولة الفنانة لبنى عبد العزيز، وغيرهم أعمال مميزة ليه كتير. وحصل على وسام الفنون من الدرجة الأولى من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتولى مسؤولية البيت الفني للمسرح. بكده يكون فيديو النهاردة انتهى. إلى اللقاء في فيديو جديد وشخصية جديدة مع مجلة الحياة.